تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت جمعية أصدقاء الشلل الدماغي مؤتمر الشلل الدماغي الثاني، والذي استعرض أوجه التعاون بين المؤسسات الحكومية والأهلية في رعاية أطفال الشلل الدماغي. فعالية الدور المجتمعي وحقيقة ما يقوم به من مبادرات برع في تبنيها القطاع الحكومي والأهلي في وحدة متكاملة تتعلق بعلاج الأطفال المصابين بالشلل الدماغي. ورغم تخوف البعض من هذه الحالة المرضية، إلا أن التعايش معها وعلاجها أمران ممكنان، وهذا ما أكد عليه مؤتمر الشلل الدماغي الثاني الذي سعى إلى ضرورة تطوير مهارات هذه الفئة لمواكبة الحياة العملية وتعزيز قدرتهم على الاندماج في المجتمع. هالنوع من المؤتمرات مهم ليس فقط للمصابين بالشلل الدماغ، ولكن لأولياء الأمور، وكذلك تعليمهم كيف يتعاملون مع أبنائهم المصابين وكيفية التعامل معهم، ومهم أن يطلعون على أحدث التكنولوجيا الموجودة لمساعدة أبنائهم. إحنا من رؤية الجمعية أن نبغي أن نوعي المجتمع بإعاقة الشلل الدماغي. في كثير من الناس ما عندهم فكرة عن شنو هو شلل دماغي، فارتئنا أن إحنا نعمل هذه المؤتمر عشان نبرز المشاكل والصعوبات اللي يواجهونها الأهالي المرضى. لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهود واضحة في دعم برامج ومشاريع المنظمات الأهلية وأنشطتها لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة ورفع كفاءة هذه المنظمات بما يمكنها من القيام بدورها الإنساني والتنموي بشكل مهني. اليوم احنا مشاركين في المؤتمر باعتبار ان احنا نقدم خدمة لأطفال الشلل الدماغي. أطفال الشلل الدماغي من عمر الشهور يحتاجون إلى علاج طبيعي وعلاج طبيعي مكثف يأهلهم إلى الاستقلال الحركي والاكتفاء الذاتي. يعني هو الهدف الرئيسي هو أن يصل الطفل إلى الاستقلال الحركي، يستطيع أن يعتمد على نفسه ويكون حركته أكثر أريحية في البيئة المحيطة. مشارك بورقة عن موضوع النوم في السيربرال بالسي لهم في الأطفال ذو الإعاقة، لأن موضوع النوم جدا مهم عند هاي الفئة من الأطفال، لأن هي مشكلة كبيرة، بس المشكلة ما يقدرون يعبرون عن هاي المشكلة، فإحنا نحاول نطرح أهم النقاط الموجودة في هاي المشكلة وشلون نقدر نعالجها. في مؤتمر الشلل الدماغي الثاني تجارب متلألئة سجلت نفسها في خانة المجال التنموي التي أسهمت في توفير بيئة خاصة لأطفال الشلل الدماغي تساعدهم على تحسين أوضاعهم الجسدية وعمل برامج تأهيلية للنهوض بواقعهم الصحي. إيمان شرف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.